جرى اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة. وخلال الاتصال هنأ جلالة الملك المفدى معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح بنجاح العملية التي أجريت لمعاليه، متمنيا جلالته من الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل ويقيه من كل مكروه. وأبلغ جلالته حفظه الله ورعاه معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح بنقل تحياته إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، داعيا الله تعالى أن يديم على صاحب السمو الأمير بوفر الصحة والعافية وللشعب الكويتي الشقيق اضطراد التقدم والازدهار.